لا تكاد شاكيلا تنهي عملها كخادمة في المنازل حتى تبدأ مهامها في خدمة أسرتها عند عودتها. شاكيلا أرملة، توفي زوجها وترك لها مسؤولية إعالة 3 أطفال كما شقيقتها المصابة بمرض السرطان، بيد أن ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية أصابها في حيرة وهي تشتكي قلة ذات اليد والحيلة. ننام في غرفة واحدة للتوفير، لكن فاتورة الكهرباء تضاعفت 3 مرات. أعمل منذ الصباح وحتى المساء كخادمة، لكن ما أجنيه غير كاف، فكل شيء تضاعف. هل أصرف على دراسة الأطفال أم على إطعامهم وتسديد الفواتير والإيجار؟ وشهدت باكستان ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات التضخم قاربة 40%، لا سيما أسعار المنتجات النفطية والسلع والخدمات الأساسية خاصة الكهرباء، مع انخفاض ملحوظ في سعر صرف الروبية، أمر عزاه مراقبون لتنفيذ شروط قرض صندوق النقد الدولي، وهو ما انعكس على مختلف مناحي الحياة. لقد تضاعفت أسعار السلع والنقل والإيجار والعمال والفواتير. سابقاً كنا نبيع عشرات الأصناف والكيلوغرامات من السلع، لكن الآن نبيع بضعة كيلوغرامات، بل بتنا نبيع لربات المنازل بالأوقية ودونها، فالوضع صعب وبالكاد نسدد الأجرة والفواتير. الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع والخدمات الأساسية لا سيما الكهرباء أدى إلى وقفات احتجاجية ودعوات للإضراب، لكن دون أن تتحول هذه الاحتجاجات إلى حراك شعبي، فيما وعدت الحكومة برعاية المستهلكين الأقل صرفاً، وبدأت بشن حملة ضد سرقة الكهرباء لتقليص العجز. تعاني البلاد سنوياً خسارة تقدر ب 600 مليار روبية بسبب سرقة الكهرباء والتخلف عن السداد، ما يزيد من قيمة الفواتير، وما لم تتم السيطرة على ذلك ستبقى الفواتير مرتفعة. لذا بدأت الحكومة بشن حملة على سارقي الكهرباء. وقد وعدت الحكومة باستقطاب استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات، كما شنت حملة على المهربين والمحتكرين وتجار السوق السوداء، ما أدى إلى وقف تدهور سعر صرف الروبية وارتفاع بعض السلع، وجدد الآمال في تحسن الوضع الاقتصادي وإبعاد شبح الإفلاس. في ظل غياب حل جذري للأزمة الاقتصادية واستمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، يظل المواطن العادي هو من يدفع فاتورة قرارات الحكومات الباكستانية المتعاقبة. عبد الرحمن زيني، العربية، راولبندي. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.